بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلامنا النهاردة عن دروس سي بلس بلس، وهنكمل كلامنا على الاي على الستراكت. احنا المرة اللي فاتت كنا عملنا ستراكت، كان في اسمه ستراكت ستودنت، وكان في نيم جريد 1 وجريد 2 وجريد 3. طب هي جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 دولت مش احنا كنا في العادي بنحطهم في اري؟ طب هل هنا هيعمل لي مشكلة ان هم مش في اري او في اري؟ طبعا الاري هيسهل لي الدنيا. طب هو انا ينفع احط array جول struct؟ ينفع احط array جول struct. هعرف له كده، هقول له int grade of 3، وهنزل هنا بدل grade of 1 دي هقول له grade of 0، وادي grade of 1 و grade of 2 عادي جدا، وهنا هقول له grade of 1، ودي هنا grade of 2، ودي grade of 3. احنا مفروض 0 1 2 مش 1 2 3. تمام. في الحالة دي انا حطيت دلوقتي جوه الستراكت array. طب هو انا كان ينفع احط هنا لوب على التدخيل بتاعهم؟ كان ممكن اقول له كده for int i بيساوي 0 و i اقل من 3 y بلس بلس cn لجريد اوف i، واشيل السطرين دول انا مش محتاجه دلوقتي. لو عملنا تشغيل هيطلب مني اول حاجة الاسم، ادي مروة، وهدخل له الدرجات مثلا ادي 12 25 63، طلع لي ان المجموع بتاع الستودنت اللي اسمه مروة 138. تمام. يبقى انا ينفع احط array جوه الستراكت. طب ينفع اعمل structure array؟ يعني ينفع اقول له كده a of 3؟ ينفع اقول له كده، هعمل له كده for int i بتساوي 0 و i اقل من 3 و i بلس بلس cn a of 1 a of i sorry dot name cn a of i dot grade. بس grade هنا فيها array، فلازم اقول له dot grade of 0 وبعد كده grade of 1 grade of 2 وهكذا. تمام. اول ان انا احطها جوه لوب تاني، اقول له هنا for int j بيساوي 0 و j اقل من 3 و j plus plus اعمل لي cn المين لل a of i و j. كده بقى في عندي nested loop. تمام. طيب بعد كده هقول له a of i dot total بتساوي a of i dot grade of 0 زائد a of i dot grade of 1 زائد a of i dot grade of 2 وفي الاخر سيمي كولن. تمام. انا هنا دلوقتي عملت ايه؟ السطر ده وظيفته بيدخل لي grades، بيبدل لي بين grades. يعني هيدخل لي هنا ايه؟ الj هتبقى بكام؟ الj هتبقى بزيرو وبواحد وباتنين. فكل مرة هيدخل لي ال a of i اللي جياله من بره مع ال j اللي عندي، هيبدل في ال j فيدخل لي التلاتة جريد. طب ال name ال a of i dot name ديت هيدخل لي ال a of ال i بتاعتي، ال i بتاعتي هتبقى بكام هنا؟ زيرو واحد واتنين. فأول مرة هيدخل لي ال a of 1
دوت نيم، تمام. وهيجي هنا هيعوض بالاي بكام؟ بواحد، بزيرو. احنا هنبدأ من زيرو، هيعوض بالاي بزيرو. الزيرو مع كام؟ مع الزيرو. الزيرو مع الواحد. الزيرو مع اتنين. بعد كده هياخد هنا ال a of zero dot total هتساوي ال a of zero dot grade of zero زائد ال a of zero dot grade of واحد زائد ال a of zero dot grade of اتنين. كده حطينا أول صف في الستراكت بتاعي. ده بيشبهني بمين اللي احنا عاملينه دلوقتي ده؟ ده multi dimensional array بس بشكل مختلف. هو نفس فكرة المالتي دايمنشنال اري، هو انا شايل بيانات بس بيانات مختلفة وحطيتها في بوكس واحد مع بعضها، تمام. طيب الاستراكت ينفع ابعته الفانكشن؟ هخليها بس ستودنت ايه بس كده عشان نشيل اللوب ده. ينفع ابقى عامل هنا فانكشن عندي مثلا نقول void برنت؟ ينفع برنت دي تاخد مني استراكت؟ ينفع ابعت لها هنا استراكت؟ اه ينفع ابعت لها هنا استراكت. طبعا هنا هو عامل لي ايرور علشان المفروض ده يبقى من غير الاقواس. ينفع اجي هنا اقول له void print of student x مثلا، واجي جواها اقول له see out name، هتبقى x dot name التوتال بتاعه x dot total. واجي هنا تحت لما اجي اعمل كول اقول له كده print وبين قوسين ايه، هل مسموح لي ان انا ابعته فانكشن كده؟ اه مسموح لي عادي جدا، هو variable زي اي variable مع فرق ان هو بيشيل خانات مختلفه. فلو جينا عملنا run دلوقتي هيطلب مني في الاول ادخل البيانات. انا دخلت له ام ودي واحد اتنين تلاتة، قال لي ان ام دوت التوتال بتاعه بكام؟ بستة. بعتها عادي جدا كأنه فاريبل عادي جدا. طب هو انا ينفع اجي هنا اقول له ريتيرن لاسم استراكت اكس ده استراكت مثلا، مع فرق طبعا ان احنا هنا مش عاملين النوع. طب النوع هيبقى هنا علشان يرضى يعمل لي ريتيرن للاكس. النوع بتاعها اكس دي نوعها ايه؟ student، يبقى لازم اعمل لها هنا student، تمام. زيه زي اي داتا تايب في الدنيا. مش محتاج ان انا يعني اخترع له حاجه عشان احطه في الفانكشن، لا هو هيتحط في فانكشن عادي جدا بس هعرفه بالاسم بتاعه اللي هو النوع اللي احنا اخترعناه. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.